الوليد وأنا أحد المواطنين محناها للقائد العام. القائد العام النفط أو بمعنى أصح يعني قفل الموانئ النفطية ما جاء إلا لأن هذه الإيرادات التي كان من المفترض والتي يجب أن تكون في عوائد وخزائن الدولة الليبية ويتم تقسيم هذه العائدات على كل الليبيين بالتساوي، ولكن كل العالم شاهد أين تذهب ثروات الليبيين إلى المستزقة والصرف بالدولار على قتلة جربهم فائز السراج للدولة الليبية. فأكد القائد العام بأن سيتم استئناف تصدير النفط وفقا للثوابت الوطنية، ومعنى الثوابت الوطنية أي بمعنى كل هذه العائدات يجب أن تعود على المواطن الليبي وعلى الأرض الليبية فقط، يعني ما غير سوى الشعب الليبي لم يطمع أي شخص آخر بالسرقة والنهب من عائدات الموارد النفطية. فأكد القائد العام أن عملية الاستئناف لم تأتي إلا لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي وليضع النقاط على الحروف للحد من عملية إهدار وسرق هذه الثروات النفطية. كذلك أكد سيادة القائد العام بأنه متابع يعني بكل دقة لما يحدث داخل الشارع الليبي، متابع لمعاناة المواطن، متابع لما آلت إليه هذه الاتفاقات السياسية السيئة التي أصبحت كما قال القائد العام وهي بالفعل أصبحت لم تعبر إلا عن إرادة شخوصها ولم تعد تعبر عن إرادة الليبيين، لأن الذي يتحدث باسم الليبيين يجب أن يتحدث بمعاناتهم وبمتطلباتهم يعني كل ويصيغ إلى مطالبهم الشرعية. سيادة المشير في الحقيقة رغم أن دائما يقولون بأن المؤسسة العسكرية هي ضد الحياة المدنية وهذا كلام غير صحيح، بل أثبتت اليوم المؤسسة العسكرية داخل الأرض الليبية بأنها دائما هي من تعطي البراح الديمقراطي، هي دائما رغم أنها مؤسسة عسكرية ولكنها دائما تتحدث باسم نبض الشارع ولا تعد بخطوات ولم تنفذها إلى الشعب الليبي، بل دائما كانت عند وعودها وعند يعني ثقة الشارع فيها، على العكس مما رأيناه من السياسيين. السياسيين أصبحوا يجلسون على طاولة الحوار وعلى التفاوض ويفاوضون في أمور الشعب الليبي غير راغب فيها، غير موافق عليها، وهم دائما لا يستشيرون الشارع، يجلسون ويتفاوضون باسم الدولة الليبية وكأن ليبيا أصبحت حكرا عليهم فقط، ويضربون برأي المواطن وبمتطلبات المواطن عرض الحائط، وهذا أمر هذا يقودنا إلى نقطة أخرى. أستاذ عثمان، تحدث عنها المشير خليفة حفتر، قال إن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر هي تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع. كيف تقرأ ما بين سطور هذه الكلمة؟ أنا وضحت لك بأنك أن هذه المبادرات لماذا باءت بالفشل؟ باءت بالفشل لأنها لم تتحاور باسم الشارع، لم تتحاور بما يريدها الليبيين فعلا من أرض الواقع، هي تتحاور وفقا لما تراها الرؤى الدولية التي دائما يعني عكس رغبات الشعب الليبي وعكس تطلعات الشعب الليبي. عندما تجلس هذه الأجسام السياسية يفترض أن تحاور بما يريده شعبها، بما يريده الشارع، بما يريده المواطن، ولا تتحدث باسمك أنت أو باسم المبادرة التي أتت إليك من الخارج. فلهذا سئم الشارع الليبي ونراه بين الحين والآخر يذهب في مظاهرات في الشارع، وكل هذه المظاهرات التي خرجت في الشارع وتردي الحياة المجتمعية وتردي المستوى المعيش الذي وصل لها المواطن الليبي من نتاج ماذا؟ من نتاج هذه الجلسات الغير صحيحة التي لم تخرج من نبض الشارع. لذلك الفرق ما بين لماذا يثق المواطن بالمؤسسة العسكرية أكثر من ثقته في الأجسام السياسية التي تمثله، لأن المؤسسة العسكرية تعبر بالفعل عن إرادة الليبيين وتعبر بالفعل عن الثوابت الوطنية، على عكس ما نراه من بعض الأشخاص السياسيين. ونحن لا نعمم عليهم، لا نعمم على الكل، ولكن أصبح جزء منهم يمثلنا وجزء منهم أصبح يتحدث باسمه لا يتحدث باسم ما يريده الشارع. إذن اليوم بصفة مواطن وليس كمداخل معك بصفتك أستاذ علوم سياسية، أنا كأحد مواطنين الدولة الليبية حقيقة لا تزال ثقتي مستمرة في المؤسسة العسكرية، وأي شعب في العالم لا يثق إلا في الجسم الذي يعبر بإرادته وبلسانه ولا يعبر بإرادة الغير وبما هو خارج الحدود السياسية للدولة الليبية. الأستاذ عثمان البوسيفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا مراسلنا في مدينة بنغازي عطية،